ايه يا ابني، انت قاعد قدامي من ساعتين، ما تتكلم، عايزني في ايه؟ بصراحة يا عمي أنا محرج أوي. وكل ما اقولك اتكلم تقولي انا محرج. طيب تحب اوفر عليك الكلام؟ يا ريت يا عمي. انت جاي تطلب ايد بنتي؟ اه صح، بس عرفت ازاي؟ ما انت عامل زي المخبر، بتراقبها في الرايحة والجاية. والله يا عمي من غير ما تحلف يا ابني، انا عارف انك محترم وخجول وابن ناس. كان يراها وهي تذهب وتعود وتتبعها مرات عديدة، ولكن خجله منعه من الحديث معها، وسأل عنها وعن أهلها، وأعجب بأخلاقها، وكان هو شابا عاديا لم يكن ملفتا للانتباه. وعلى أي حال تقدم إليها وخطبها من والديها، وطار قلبه من الفرح، فهو الآن على وشك أن يكون له بيت وأسرة. وذات يوم استأذن من والدها وخرج معا، دعاها إلى فنجان قهوة، وجلس في مطعم في مكان منعزل. كان مضطربا جدا، لم يستطع الحديث، وهي بدورها شعرت بذلك، لكنها كانت رقيقة ولطيفة، فلم تسأله عن سبب اضطرابه، وخشيت أن تحرجه، فصارت تبتسم له كلما وقعت عيناهما على بعض. وفجأة أشار للجرسون قائلا: جرسون، نعم يا فندم، هات شوية ملح للقهوة. حاضر يا فندم. ملح؟ هنا نظرت إليه في تعجب، كانت على وجهها ابتسامة فيها استغراب. احمر وجهه خجلا، ومع هذا وضع الملح في القهوة وبدأ يشرب القهوة. سألته مستفهمة: عمري ما سمعت عن قهوة بالملح. ثم رد عليها قائلا وهو في حيرة وتردد وخجل: كنت أعيش بالقرب من البحر، كنت أحب البحر وأشعر بملوحته تماما مثل القهوة المالحة. الآن كل مرة أشرب القهوة المالحة أتذكر طفولتي، بلدتي، وأشتاق لأبوي اللذين علماني وربياني وتحملا لأجل الكثير، رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته. وهنا امتلأت عيناه بالدموع، تأثر كثيرا، كان ذلك شعوره الحقيقي من صميم قلبه. تأثرت بحديثه العذب ووفائه لوالديه، فترقرقت الدموع في عينيها، وفرحت بزوج حنون ووفي أهداها الله إياه. حمدت ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل نصيبها على شاب حنون رقيق القلب، لطالما طلبت ذلك من الله. طلبت ذلك بالصدق في صلاتها، لطالما سألته في سجودها ألا يجعل حياتها هما ونكدا مع رجل لا يخاف الله. ثم حدثت نفسها قائلة: اللي بيترحم على أهله بالشكل ده يبقى فعلا ابن الناس. كتير كنت بطلب من ربنا وأنا بصلي إن يرزقني بشخص يخاف من ربنا، والحمد لله استجاب لدعائي. لقد حقق الله كل أمنياتها. اكتشفت أنه الرجل الذي تنطبق عليه المواصفات التي تريدها. كان ذكيا، طيب القلب، حنون، حريص. كان رجلا جيدا، وكانت تشتاق إلى رؤيته. كانت تشتاق إلى رؤيته كلما أخرج رأسه الأصلع من خلف باب بيتها وهو يودعها. لكن قهوته المالحة هذه شيء غريب فعلا. القصة كأي قصة لخطيبين، ولكن الشيء الغريب هنا القهوة المالحة. طوال فترة الزواج لم يكف عن هذه العادة، شرب القهوة المالحة. وبعد 40 عاما من زواجهما وإنجابهما 6 أطفال توفاه الله. مات الرجل الحبيب إلى قلبها بعد أن تحمل كأبيه أعباء كثيرة، لكن بيتهما وعشهما الدافئ أهدى للمجتمع 6 أطفال.
اثنان أطباء جراحة، والثالث مهندس رفيع المستوى، والرابع محامي شريف يقف مع الحق إلى أن يرده لأصحابه. يقصده الفقراء قبل الأغنياء، يحبه القضاة لنزاهته، معروف في الحي أنه النزيه ذي اليد التي لا تنضب، والخامسة طبيبة نسائية وتوليد، والسادسة لا تزال تكمل مشوارها الدراسي. ومات هذا الرجل العظيم بعد 40 عاما من حياة الحب والود مع رفيقة دربه، لكنه قبيل موته ترك لزوجته رسالة، هذا نصها: أم فلان، سامحيني، لقد كذبت عليك مرة واحدة فقط. نعم، القهوة المالحة. أتذكرين أول لقاء في المقهى بيننا؟ كنت مضطرا وقتها وأردت طلب سكر لقهوتي، ولكن خجلي جعلني أطلب ملح بدل السكر، وذلك نتيجة لاضطرابي، فقلت ملح بدل السكر، وخجلت من العدول عن كلامي فاستمررت. أردت إخبارك بالحقيقة بعد هذه الحادثة، ولكني خفت أن أطلعك عليها كي لا تظني أنني ماهر في الكذب، فقررت ألا أكذب عليك أبدا، ولكني الآن أعلم أن أيامي باتت معدودة، فقررت أن أخبرك بالحقيقة كاملة. أنا لا أحب القهوة المالحة، طعمها غريب، ولكني شربت القهوة المالحة طوال حياتي معك ولم أشعر بالأسف على شربي لها، لأن وجودي معك وقلبك الحنون طغى على أي شيء. لو أن لي حياة أخرى في هذه الدنيا لقررت أن أعيشها معك، حتى لو اضطررت لشرب القهوة المالحة في هذه الحياة الثانية، لكن ما عند الله خير وأبقى، وإني لأرجو أن يجمعني الله بك في جنات ونعيم. دموعها أغرقت الرسالة وصارت تبكي كالأطفال، وفي يوم ما سألتها ابنة صغيرة لها قائلة: ماما، هي القهوة المالحة طعمها ايه يا ماما؟ فأجابت: طعمها على قلبي احلى من السكر. ياه، ذكريات عمري كلها في القهوة المالحة. وهنا فاضت عيناها بالدموع.